السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو اللي نشرح لكم الطريقة اللي قد حد يدخل بها منصة يعني بذرة المواطنة، إياك قد يعني يطرح مشروع والله مبادرة من أجل الاستفادة من هذه التمويلات لمشاريع الشباب في إطار برنامج بذرة المواطنة. هذا فيديو لنشرحه بالعربية بالنسبة للجمعيات اللي تطرح باللغة العربية. أولا إياك حد يقدر يطرح في المنصة لين يدخل على موقع أسو جن موريتاني، لين يدير ذاك لليان ويدخل مباشرة لتي هذه الصفحة. هذه الصفحة تراعوا فيها هون مديور فيها هذا بذرة المواطنة، وهون فيه عنك تدير إيميل، وهون عنك تدير مودي باس وتكون يقير. لين يعود حد ما فاتفتح أي كونت، ما فاتفتح حساب، لين يدير هون إيميل ويدير مودي باس موري يفتح. ياك صاي قد يفتحوا لابد يمشي له يكري كونت من جديد، يكري كونت اولا حد انه يبدا يفتحه. يا غير سابق ذاك اللي نديروه بالعربيه ياك تقدروا تستفادوا اكثر. ياك حد يحوله بالعربيه، شوف لي هذه الفرنسيه هون يضغط عليها ويدير العربيه، ليجي الصفحة مباشرة بالعربية. لين تجيك الصفحة بالعربية إياك ستفتح حساب، هي الأولى لابد تفتح حساب. شو راعي مكتوبة؟ إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب. نحن لين نقوم بإنشاء حساب، لين تضغطوا هنا، لين تضغط هون ليجيك هذه الصفحة. شوفوا، شفتوا الصفحة الحساب الجديد للهيئة اللي هي المنظمة والله الجمعية والله التكتل والله يعني التعاونية. المهم هذا هو حساب الجديد. إياك تفتح الحساب اللي تمشي هون في البلاصة اللي تدور فيها الإيميل، تضغط عليها وتكتب إيميل، تدير إيميلك اللي الدور تدير. شفتوا أنا ندرت قاع ربي إيميلي قد فتحت هون إيميل جا طالع مباشرة، لندير هذا الإيميل لنكتبه كامله. ياك تفهموا الطريقة لنديروا إيميل اللي هي تدير ايميلك، تكتب ايميلك كامله. يا غير مولي يدير حد لا ايميل يعود يشتغل به، اللي ايميل ما يشتغل هما اللي مشوا لك عليه مودي باس، اللي يعود ما يشتغل مولي يجيك عليه مودي باس. معناه حد ياك هيشي لابد يدير ايميل يشتغل، لما الواضح يدير ايميل مفتوح ويعود يجيه عليه مودي باس. مثلا انا درت ايميلي تقيس مباشرة هنا تدير انشاء حساب. لين تدير ايميلك تمشي شور انشاء حساب، لما الواضح لكم تدير ايميلك على سبيل المثال شوفوا انا ندير قاع ايميلي مباشرة ياك يعود اسهل. شفتوا ايميلي درتو، لين تدير ايميل مباشرة تمشي شور انشاء حساب. شفتوا انا بيا فتحت بريد الكتروني، ذا هو اللي بيا طلعوا لي هذه الهيشه الحمراء، قالوا العنوان البريد الالكتروني هذا بالفعل بحساب في بوابه التضامن. انا فتحت حساب، حد ما فتح حساب له يجي هيشه خضراء ويقولوا له نحن مشينا لك الرقم السري على حسابك اللي هو على ايميلك. ولين فوت حد يمشي هذا الايميل لين يوفى يرجع اليه، شوفوا يقيس لي البلاصه ويرجع، لين نرجعوا للصفحه اللي كنا عندها اول شيء، يرجع هون ويدير ايميله ويدير الرقم السري اللي رسلوا له هما على ايميله. هما رسلوا لي الرقم السري اللي نديرو، ندير الرقم السري اللي رسلوا لي على الايميل مباشرة بعد اللي درت ايميلي اللي كنت مشيالهم، وندير اتصال. شفتوا جا مفتوح. هذه الخطوات اللي مرينا بها حد عدلها مباشرة اللي تفتح له هذه الصفحة. هذه الصفحة اش فيها؟ شوفوا فيها هنا العربية، حد يبقى يدير العربية ولا الفرنسية، فيها هون حسابي، حسابي معنى انه فيها كانك لي ديكونكتي وقتك وفيت من الشغلة ديكونكتي، ياك تم حافظ على معلوماتك بطريقة سرية. هون في هيئة جديدة، هذه هيئة جديدة نبقى ننبهكم عليها، على انك نيتفوت تدير اسم الجمعية ولا المنظمة وتان ريجستري، هذه الهيئة الجديدة اللي يطلع اسم جمعيتك وتم دائما تم. هذه الهيئة شوفوا لارك لي نبداو شين قالوا التسجيل. شوفوا هون في معلومات الهيئه، راعيها معلوماتي لي نبداو نسجلوا. ولا تنساو الملاحظات المديورين لكم، هذه البلاصه الكحله فيها ملاحظه مهمه حد يقراها لين يوفو، بعدين مولي ذي الملاحظه باللغه الحمراء حد يقراها مولي بيلي مكتوب فيها على اي شيء قدامه نجمه حمراء معناه انه ضروري حد يعدله، معناه ما يتخطى، معناه ما فهم شيء وخطا. لارك لي نديروا اسم الهيئه، نديروا هيئة نديرو اسم الهيئة، نديرو اسوسياسيون
درنا جمعيه كرامه، جمعيه كرامه نديروا اسم جمعيتكم، بعدين تقيسوا البلد اللي فيه الجمعيه اللي هي اللي يطلع لكم مباشره، ان انت تضغطوا عليه يطلعوا لكم الخيارات البلدان كامله به اللي المشروع يشتغل على اسيا وامريكا واوروبا الى اخره وافريقيا، يطلعوا لكم القارات كامله. تقيسوا انتم افريقيا، شوفوا راعيها افريقيا، تقيسوا افريقيا وتردوا الموريتان لين تلحقوا موريتان، راعي موريتان موريتان مالا موريتان راعيها، يتقط حد على موريتان يقيم ماشي ويقول نوع الهيئة، هذه الهيئة كانها اتحاد، كانها هيكل، كانها إلى آخره، تعاونية، شركة، منظمة، جمعية، يقوم ماشي لود لعات منظمة، يدير منظمة لعات أي شيء حسب هيئتكم، لعات معهد رياضي، لعات نادي رياضي، أنا منظمة لين ندير منظمة حسب كل حد وتخصصه. لينجز مجالات التدخل، هذه الجمعية تتدخل فيش، أنا جمعيتي مثلا تتدخل في تمكين وتعزيز حقوق الشابات، لأن نضغط عليها، جمعيتي تتدخل مثلا في بناء قدرات الجمعيات الشبابية، نضغط عليها، يعني المجالات اللي تتدخل فيهم نضغط عليهم، والمجالات اللي ما تتدخل فيهم خليهم عني. بعد ذاك مباشرة درت ذوك المجالات، نقيس أهداف التنمية المستدامة اللي تشتغل فيهم جمعيتي، أنا جمعيتي تشتغل في أي أهداف للتنمية المستدامة، هذو الأهداف راعين قدامكم، لا اللي تخطروا الأهداف اللي أنتم تلاحظوا عن جمعيتكم من خلال أهدافكم معكم تشتغلوا عليهم، أنا مثلا نشتغل على الهدف رقم 1 لا يوجد فقر، نشتغل على الهدف رقم 5 تساوي بين الجنسين، نشتغل على الهدف رقم 10 تقليل عدم المساواة. وليه نوقف فما هذا ضركه اياك ذي المعلومات تعود مسجله ولا توقد عليكم، لابد تقيس احفظ معلوماتي نحفظها، اياك تتم دائما متواجده ومسجله، شوفوا لي نطقط عليها ايش هي يخرج، لاحظوا شوفوا قالوا لي تم التعديل بنجاح، خرصوا هون الفوق قبل عدت لكم كانت هون هيئه جديده ضرك عاد تنقال لها اسوسياسيون كرم، عاد اسم جمعيتي عاد مكتوب لي هون عاد تنراعي فيه قدامي. ورك مشاو لي ورك فتحوا لي صفحه جديده فيها هيئتي ومحيط عملها ومعلوماتها الاداريه ومعلومات التكميليه والتصديق على معلوماتي، معناها هذه المعلومات كامله يا تنديرها ياك هيئتي تود عندها عندها حساب في منصه جراند ستوينتي بذره المواطنه، اللي هي نواصلوا المعلومات. ورك في هذا هنا في هيئتي هنا معرفه هذا ذاك الضروري منه، لا لعله ونعود لنقير ذاك الرقم السري اللي عطاوني، نديرو هون نكتب نفس الرقم السري اللي قالوا لي هما قبيله، نفس الرقم السري، شوف ندير الرقم السري، شفتوا درت الرقم السري وليهم مولي ناكدوا عدلوا تاكيد، لهنا عدلوا تاكيد، حد هاني على رقم نفس الرقم السري يهني عليه، وحد هم يقيروا يقد يقيروا، حد صمم يقيروا يخلي نفس الرقم السري اللي عطاوه هما ياكدوا توف ياك يتم دائما رقمه السري متواجد. شوف انا عدت اعاده تعيين الرقم السري، شفتوا تم التعديل بنجاح، تخطيت الخطوه لينقيس الصيده هيئتكم، لينجس الهيئة اللي هي منظمتي أنا هذه اللي هي نبدأ نعطيهم معلوماتها بطريقة دقيقة شوي حسب الأسئلة اللي قدامي، شوفوا هما طلعوها لي مباشرة، شوفوا أسوسياسيون كرم قالوا لي بلد الهيئة موريتانيا، لفت درت لهم أنا بين المعلومات نوع الهيئة منظمة، ظرك دور مختصر والله مختصر مثلا كان أنا اللي نسميها عندي مختصر مثلا أسوسياسيون كا أكا أنا مسميتها أكا مختصرتها انا بها، هذا الاختصار حد عنده يعطيه، حد مو عنده يدير نفس الاسم اللي عنده. ورك مسولوني عن العنوان المفصل للمقر، انا عنواني منين؟ انا مثلا نشتغل على عرفات، ندير لهم عرفات عرفات. لعاد تم كارتشيه معينه نقدم ولي نديرها بالضبط كي مثلا عرفات مسيد النور على سبيل المثال، مسيد النور، ندير لهم عرفات مسيد النور. ليه نقيس الخطوة الموالية الولايات؟ قالوا لك انتوما يعني مقركم في أي ولاية؟ طبعا في نواكشوط الجنوبية، إلى عاد حد في أي ولاية أخرى يقدر يقولها، أنا اللي نقيس نواكشوط الجنوبية عرفات، نأكدها لهم، المدينة هم اللي ندير لهم نواكشوط الجنوبية، ندير نواكشوط 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 الجنوبية،
هذا على سبيل المثال، معنى قد حد منكم يعود في المناقشات الغربيه ولا المناقشات الشماليه، معنى انه هون مسوليني عن رقم الهاتف المحمول، اللي نعطيهم رقم الهاتف المحمول، رقمي اللي انشقل على سبيل المثال، ذاك هو رقمي. قالوا لي نعطيهم رقم ثاني لعله يعود الرقم ما يشتغل، اللي ندير لهم مدي رقم ثاني لعله يعود رقمي ذاك ما يشتغل. قالوا لي مولي نعطيهم رقمي واتساب اللي انشقل اللي عليه واتساب، اللي ندير لهم رقمي للواتساب. قالوا لي مولي نعطيهم رقم ثاني الواتساب، اللي ندير لهم مولي نفس الشيء، ندير لهم رقم ثاني الواتساب، ندير الرقم الثاني اللي عليه واتساب مولي، ولا رقم حد من اعضاء الجمعيه وفينا من ذلك. قالوا لنا من هو الشخص اللقب ممثل قانوني للهيئه مثلا، من هو رئيس الجمعيه اللي مديور في الترخيص اسمه، ينطيهم رئيس الجمعيه. قالوا محمد. ذاك لقبه معنى انه اسم بو والله جدو اسمه العائلي محمد، هو اسمه سيدي، سيدي محمد، هذا هو اسم الشخص المسؤول القانوني عن المنظمة. راح نعطيهم البريد الإلكتروني للممثل القانوني. قبيل لا تنساو على أن قبيلة فتحنا جمعية باسم الجمعية، ظهر قصة لنعطوهم يعني إيميل رئيس الجمعية ولا الممثل القانوني للجمعية، لنديروا لهم إيميل الممثل القانوني للجمعية. عطيناهم ايميل الممثل القانوني للجمعيه، لين نمشوا نتخطاو ذيك الخطوه ونديروا هاتف الممثل القانوني، رقمه من بين ذوك الارقام، لين اكتو رقم الممثل القانوني للجمعيه، لين نعطوا رقم الممثل القانوني للجمعيه، درنا لهم رقم الممثل القانوني للجمعيه. نتخطاو هذه صفحه فيسبوك مثلا، الجمعيه لين تعود عندها صفحه على الفيسبوك عندنا، يلتنا نديروها لهم، ينطوهم صفحه فيسبوك الجمعية. هاي صفحة فيسبوك، لحد عندنا موقع على الويب، معنى موقع على الانترنت. يقير هذا السؤالين ما هم ضروريين بالنسبة للأشخاص اللي ما هم عندهم، ما هم ضروريين قد ما يديروا فيهم شيء. أنا مثلا جمعيتي ما عندها موقع إلكتروني، لذلك ماني دايرة في شيء لنتخطى هذا الملف. هم شعار هيئتكم، لا تنساو شوفوا السؤال الأخير مسوليني عن شعار، فطنوا عن هذه إضافة ملف، معناني ليه نضيف ملف موجود عندي، هما يدورون الشعار اللي عند المنظمه وضع الجمعيه عني نديروا لهم هنا، يعود موجود في اورديناتوري لندير اضافه ملفات، لنقبل الشعار من الجهاز عندي بلي عندي شعار. لنعطيهم شعار هذا لا على سبيل المثال، شوفوا شفتوا شفتوا ذوكو مباشره اطلع لي يقير شوفوا كتبوا لي التنسيق الملف غير مقبول. على سبيل المثال لين يجي حد منكم يدير ملف يعود ما هو مقبول، هو مولاي يقبله هذا الملف مو صحيح لا يتخطاه، بالنسبه لنا هذا ما صلح، لين عدل له القاء، لين لود شيء مقبول، معنى انه هون مقبول فيه لا صوره وهيك مكتوبه جي بي جي صوره لا صور، معناه انا عطيتهم ملف وورد، معناه انه ملف وورد ما يلا يندار هنا، يعطي نلود الصوره ونعود نديرها، بيد الشعار عاده يعود لا صوره، هذا هو الطبيعي، اللي نلودوا صوره مثلا راعي هذه الصوره، نديروا هذه الصوره. شفتوا مباشرة اللي درت الصورة جا متقبلها، اللي هي صار نديرها اللي تفوت تعود أكيد راهم كاتبين لي شحن، شحن ياك نمشيها لهم هما وتعود موجودة عندهم، لين كليكي على ذيك شحن، شوف ذيك انقبضت عاد موجودة عندهم وعاد صالحة، اللي في حالتي عاد نبغي نغيرها ورد سابق نمشي ملفي نقدر نغيرها، ملاك هي راعية عاد أجور ما عندها مشكلة، لين نشوف أنا على أنها ما هي صحيحة والله مشيت واحدة بالغلط نرجع نمسحها ونمشيها لهم من جديد، ظهر كان بالنسبة لي هذه المعلومات اللي طلبوا مني كاملة درتها لهم. وبعد الخطوة الأخيرة لابد نسجل، يعني نحفظ هذه المعلومات، إياك مرة أخرى إلا رجعت نقدر نجبرها، حد ما كليك على ذي احفظ معلوماتي، لين يرجع لها مو يجبرنا شيء اللي راها ما تلات هون، يقني تدير عليها احفظ تجبرها هون، لا تبقى مزت تغير فيها شيء مزت تغير، يقير بعد تعود موجودة، بينما أنا ما تدير احفظ اللي توقد عليك نهائيا ما تقدر تجبرها، شوف أنا نعدل احفظ معلوماتي. شوفوا كتبوا لي تم التعديل بنجاح، هذه الخطوه وفينا منها، لنقيسوا الخطوه المواليه، تم كل خطوه وفيت منها نقيس الخطوه المواليه، هذه المعلومات في الدرته، لنقيس محيط العمل. محيط العمل اللي يسولوني انا شنو هي شغلتي؟ وش يعني المنظمه؟
بالضبط شي تعدل. اول شي يسولوني هون يسولوني انا نشتغل في اي ذو القارات. انا طبعا نشتغل في قاره افريقيا، ندور افريقيا، من نجي لافريقيا نقيسو غادي نقالو موريتان. بدينا احنا طبعا نشتغل على مستوى موريتان. شوفوا لين نمشيو بالشور خطوه خطوه، ياك ما نتخطاوش. شوفوا احنا ضركه ندودو موريتانيا، بدينا احنا نشتغلوا في افريقيا وفي موريتانيا، هيك امريكا الشماليه نتخطاوها، امريكا الجنوبيه نتخطاوها، اوروبا احنا ندودو افريقيا. لين نجبروا افريقيا ندودو موريتان، راعي افريقيا لين ندودو موريتان مع ثلاث بعيد موريتانيا، نكليكو عليها مباشرة. بلي هو المشروع مشروع كبير ويشتغل في ياسر من الدول، راعي موريتانيا. ايوا درنا موريتان، درنا موريتان. ينقص الولايات والمقاطعات اللي فيهم مشروع. انا راك نشتغل في اي مقاطعة، راعيكم منو يا رجال يشك على انه يارتو يدير هنا اكثر من مقاطعة ويعود ذاك اللي يخسر عليه. هما هون مسؤولين عن المقاطعة اللي تشتغل فيها انت جمعيتك، انت منين متواجد، مكان تواجدك انت. طبعا يقدود عندك فروع في اماكن اخرى، لكن نحن الفرع الاساسي منين موجود؟ نحن فرعنا الاساسي موجود في عرفات ولاية نواكشوط الجنوبية، درناه. انقيسوا مجالات التدخل، شوفوا هذه المجالات شفنا درناها مبين، شو راعي نداروه منا مرة أخرى. لا يأكدوا لنا على معلوماتنا عندهم، هما الواضع اللي ندير مولي احفظ معلوماتي. وفينا من محيط العمل اللي نقيسوا معلومات اداريه. شوفوا هنا مسوليني انا الدعم ولا التمويل اللي ندور طالبوا من عندهم، يا كانوا دعم في مجال الصعود والله في مجال الدعم. معناه هم هون عندهم صندوقين، صندوق الحد يدور الصعود وحد يدور الدعم، وهذا حد يدور يفهمه اكثر لابد يقيس شور الخطوط العريضه اللي هي للين ديريكتريس، يعني الخطوط العريضه للمشروع هي كيخلص كان التمويل اي تمويلات تقدر تجبر جمعيته، بلي كل جمعيه عندها شيء تتخصص به، شمن المعايير اللي ما تعود متوفره فيها ما تقدر تجبر هذا الدعم، معناه ان يلا تعرفوا كان هذا الدعم يصلح لكم. انا جمعيتي جمعيه يعني ما لها ياسر حتى ولا عندي ياسر من خبره، لذلك لنقبل صندوق الصعود اللي هو بالنسبه للجمعيات المبتدئه، لنقبل صندوق الصعود هو اللي ندور، لنكليك عليه. شفتوا لين عجنت عليه جا طالع لي بقيه المعلومات. مسوليني هون عن النظام الاساسي لهيئتي، مثلا النظام الاساسي اللي عندكم اللي تديروه لهم يقد يقبوه، لا بقيت يعود وورد ولا بقى يعود بي دي اف ولا بقى يعود صوره، المهم عندهم على انه اي ملف هنا التنسيق لندير اضافه معلومات. شوفوا لينقيس مباشره شوفوا بط صوره وورد بط ملف وورد، شفتوا مباشره نجي طالع بدي ما عنده مشكله مستقبلينه. شوف ذاك وفينا من ذيك الخطوه لينقيسوا المستند الرسمي للتصريح، معنى اني هنا لندير مثلا كاني انا جمعيتي حسب المعلومات اللي عندي، لا عاد جمعيتي عندها ترخيص، ليعود الامر بسيط لهنا نمشي لهم مثلا ترخيص. شوفوا هنا قال مع انه غير مقبول، معنى انه لهنا مسحوا القاء باللي درتهم، درت لهم ملف اكسل، هما هون يقبلوا لا وورد والله بي دي اف. شوفوا لين عدل له شحن بسيط، لين يبدا رقاش يعود بسيط عنده في البدايه يقعد المساليق هو بسيط جدا. لين نقيسوا اخر تحديث للاعتراف الرسمي، معنى انه هنا الى عاد عندكم ملف فدم، يعني انكم زدتوا سجلتوا في فدم، معناه عندكم الترخيص الاخير تصريح اللي ديروه لهم، ما هو عندكم عندكم الترخيص الاول ديروه لهم، اذا عاد ما عندكم ولي الترخيص الاول عندكم تصريح محلي من طرف العمده والله الحاكم والله المندوب الجهوي تعودوا ولي ديروه لهم. بالنسبه لصندوق الصعود مسهلين جدا للجمعيات، تقدر تستفاد من الجمعيات الناشئه كامله. الحسابات الماليه الاخيره، انتم هذيك الحسابات اللي عندكم الماليه الاخيره اللي عند الجمعيه اللي معدلين السنه الماضيه والسنه السابقه ليك، ذاك اللي عندكم منها ديروه لهم. واذا عاد اللي مو عندكم لا حرج، المهم انه يعود عندكم ديروه. نحن اللي نديروا لهم حسابات الماليه الاخيره. شفتوا؟ شي كامل اللي يدير رجال شي ماهو مقبول للنيابه عنه بشكل تلقائي. يدير الملف شوفوكم قبوه مباشره. لهن التقرير اخر تقرير. التقرير اللي معدلين انتم اخر تقرير مالي والله ادبي عندكم والله نشاط ديروه لهم هنا، التقارير اللي عندكم ديروهم مباشرة، درنا التقارير الموجودة عندنا. درك لهن ننتقلوا شور الخطوة الموالية مسولين عن السنة الماضية
شنو هي يعني سنة ان موين ضا، معنى هاي السنة اللي فيها نحن اللي هي 2023 2022، جمعيتكم انتم ولا منظمتكم ولا تكتلكم، ميزانيتكم كاملة اللي سجلتوا، انشطتكم كاملة اللي عدلتوا، ميزانيتهم كانت تقريبا كم؟ يعود يديرها حد هون، انا اللي ندير لهم ميزانيتنا السنة الماضية كانت حدود 200 ألف جديدة. ايوا الى عاد عندكم يعني عدتوا فاتحين في بنك، انتوا عدتوا فاتحين في بنك ديروا لهم هنا، هو ضروري يعود حد عنده حساب بنكي بلي حد اللي يتعامل مع المنظمات والجمع هذا لي بارتنير الشركاء لابد يفتح في بنك، ونعود ما سهل له يقيس مؤسسه تمويل صغيره كيف كابيك والله ديك مؤسسات تمويل صغيره ويفتح فيها كونت ولا حساب للجمعيه او المنظمه ويدير انه هنا يعني لريب انقالو. وفينا من ذاك تخطينا ذيك المرحله الحمد لله، درنا اللي ينقال له ريب اللي هو ينقال له بالعربيه مستند فتح حساب يديروا حدهم، هو اللي نعدلوا لهم الشحن، هاي الشحن ضروريه وضعت لحقنا هذه المرحلة اللي نعدلوا نحفظوا المعلومات، أي مرحلة لحقتوها دائما حفظوا المعلومات، حد منكم تما يشتغل وطرى له مسألة وعاد يمشي يحفظ معلوماته اللي فات عدلنا حفظ، لينقيسوا معلومات تكميلية. معلومات التكميلية أول شيء مسؤولين عنه الاعتراف، حالة الاعتراف، يا كانكم مسجلين عند فيدم، يا كانكم في طريق التسجيل متبالكين تسجلوا عند فيدم، يا كانكم عندكم ترخيص القديم، يا كانكم اعترافكم إقليمي، والله ما عندكم اعتراف، اعتراف اقليمي لي قصد بها اعتراف محلي، كان عندكم يعني اعتراف من طرف البلديه، حد ما عنده اي ترخيص يقد يقيس البلديه، يعني كان يشتغل على مستوى البلديه يقد يقيس هذا العمده، والله يقيس الحاكم اللي يعرفه كان يعدل النشاطات يجي يقول له انا دورك تعدل لي تصريح على اني كنت نشتغل على هذه البقعه، على هذه لازون، على اني كنت نعدل هون انشطه، لكن التصريح نحن مولي نقبلوه، معناه ما مسهلين ومبسطين للجمعيات، انا مثلا عندي اعتراف اقليمي، ندير لهم اعتراف اقليمي. قائمة أعضاء المكتب، المكتب اللي عندكم انتم جمعيتكم والله منظمتكم والله هيئتكم اللي يتعدلون لائحة بهم ومعاها كلهم اسمه ولقبه اسمه الكامل وظيفته شنو هي في الهيئة ويعود موقع قدامها، هذا يعود في تاقط ويعود ذات الصف توقعوا عليه وتعودوا تضيفوهن هم إضافة الملفات اللي نضيف لهم أنا ملف. بسيط جدا هذا المنصة، حد أول مرة دخلها يقد ما يفهم غير هذه الخطوات اللي نعدل أنا ضرك، حد تابعها خطوة خطوة دنو ما شاء الله تبارك الله يعود الأمر سهل وهين ضرك، لين نديروا السؤال الموالي قالوا لكم هذا المكتب التنفيذي اللي درتوا لهم هنا هذو الأشخاص اللي مشيتوا لهم ضرك لائحتهم سولوكم من فيهم عددهم كم؟ عدد أشخاص المكتب اللي تقول له عددهم، مثلا نحن عندنا 10 أشخاص، هذو العشر الأشخاص من فيهم من النساء، خمسة منهم نساء، من فيهم أقل من 35 سنة، هاي العشرة اللي في المكتب، من فيها أقل من 35 سنة، مازال في سن الشباب، يعني نقول لهم على سبيل المثال فم ثمانية في سن الشباب. ايوا من يخلص عدد الاجراء من يخلص منهم، انتم تخلصوا لي قالت ولا ما تخلصوا لي قالت، ما تخلصوا لي قالت اللي يديروا صفر، احنا ما خلصوا حد، من معناه انه ما فهم حد يخلص من النساء ولا فهم حد اقل من 35 سنه يخلص، من فيهم مازال نشط جمعيه عياو فيها عود فيها اشخاص نشيطين حتى يشتغلوا موجودين وعياو عود فيها اشخاص هم اعضاء في الجمعيه يقير مهم نشيطين، هذو العشره من ضمنهم نشيطين، انا بالنسبه لجمعيتي مازالوا عندي اربعه نشيطين. هذول أربعة نشيطين من ضمنهم النساء اثنين نشيطات ومن ضمنهم أقل 35 وهما الأربعة كاملين أقل من 35. إيوا أنتوما منظمتكم والله جمعيتكم والله هيئتكم قط استفدتوا من تكوين مع جي آر دير والله مرافقة يعني قط كنتوا مع جي آر دير يعني تعودوا قط استفدتوا من جي آر دير من مشروعها الماضي كيف مشروع جي بي آل اللي كان عندها والله واحد من مشاريعها ديروا نعم ولين تعودوا ما قط استفدتوا من 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 مرافقه من طرف منظمه جي ار دي ار ديروا لا، انا اللي ندير لا بي اللي ما قط استفدت من مرافقه من طرف جي ار دي ار. ذاك الخطوه المواليه قالوا لي اني قاعد لهم تقديم هيئتي في السطور، معناه اني اللي نعدل لهم تعريف عن جمعيتي ومنظمتي اش تشتغل فيهاش، انا اللي نقول عن جمعيتي لانها جمعيه لانها خاصه بالفتيات وخاصه بالشباب وعنها تشتغل في مجال الشباب وتساعد الشباب في مجال يعني توفير فرص العمل، يعني
عن جمعيتي، هذا ظرك بيدي طويل ماني ليه نقد نكتبه كامل ظرك، لي نقول لكم عن جمعيتي تشتغل في مجال يعني دمج ودعم الشباب في الحصول على اللي نقالوا العمل والله فرص العمل والتكوينات، واللي نقالوا كذلك اللي نقالوا المقاولات اساسا، هذا هو موضوع جمعيتي. وكلكم يارتو يكتب هنا ملخص عن جمعيته، جمعيته تشتغل فاش وش تعدل وشين هو اهدافها الاساسيه ومجالات مجالات تدخل. انا كتبت شيء مختصر اياك نشرح لكم به وتوبرك لين تخطى السؤال الموالي. السؤال الموالي كان يعني هيئتي والله جمعيتي كانها في ريزو مثلا، نعود في ريزو نقول لهم اسمه، نعود ماني في ريزو نقول لهم ماني في ريزو. انا هيئتي عندي ريزو يعني منصه والله اتحاد والله اي شيء، انا من ضمن من الشبكات اللي ندير. نعم على سبيل المثال انا في الشبكه الوطنيه للجمعيات الشبابيه، نقالها مختصرها ريناش، الشبكه الوطنيه للجمعيات الشبابيه. السؤال الموالي، هل شاركت هيئتكم سابقا في برنامج فجر او الشباب والقدره على الفعل؟ انا جمعيتي ما قد شاركت في اي واحد منهم اللي نخليه، لان حد منكم قد شارك في واحد من هذول الاثنين شوفوني اني اضغط عليه ليظهروا له مباشره، شوف يظهر لك في برنامج فجر ويظهر لك الشباب والقدره على التصرف، تضغط عليهم الاثنين ليطلعوا الاثنين، تعود قد شاركت فيهم الاثنين، ما قد شاركت في واحد منهم لا تدير واحد منهم، تعود قد شاركت فيهم الاثنين دير الاثنين، وانا شاركت لا في واحد منهم دير واحد منهم، لان تخطاهم انا درتهم الاثنين. والشركاء في موريتانيا. السؤال الموالي يتعلق بالشركاء، انتم من هم شركائكم؟ هي كل منظمه عندها شركاء، عندها شركاء فنيين يدعموها فنيا، هذا قال هم اللي شركاء، وعندها شركاء ماليين. نعود عندكم شركاء فنيين مثلا عيات عود البلديه شريك فني، ساعدكم في التكوين، ساعدكم في هذا، عيات عود مندوبيه الشباب، عيات عود برنامج تشغيل، عود كاع على جمعيه والله ريزو هو شريككم. عيات عود ما عندكم كاع شركاء، وطبيعي عود عندكم شركاء، نعود عندكم اي شركاء ديروا لنا اسمائهم هنا، هذا على سبيل المثال شركاء درت لكم انا هنا عندي هنا شريكين. عندي اللي نقالوا البلديه وعندي ديليغاسيون اللي هي مندوبيه الشباب، هذو شركائي على مستوى موريتان. فرنسا عندي شريك نقال نيود عندك شريك دير اسمه، انا ما عندي شريك في فرنسا، ونيود عندك شركاء اخرين مثلا اشخاص اخرين والله منظمات اخرى وذا الشيء، انا مثلا عندي شريك اخر نقالها ايكوديف، ايكوديف شريك اخر اللي نديرو فم متخلي. نتخطى هذه المرحلة ندير احفظ معلوماتي، لان تم دائما اكد عليكم عن الاساس كامل عن حد يحفظ المعلومات اللي فات عدة. شفتوا تم التعديل بنجاح. لينجيز اخر مرحلة هو التصديق على معلوماتي. شفتوا بعدين فدرت هذه المعلومات كاملة جاوني عن يارتي نصدق هذه المعلومات. نصدقها باش نقول اقر ان مجموع المعلومات عليه صحيحة. انا اللي نضغط هنا اياك نقر لهم عن هذه المعلومات درت لهم كاملة على انها معلومات صحيحة. شوفوا شفتوا اللي طلع لي، رجاء ملء كل الحقول الزامية قبل امكان التصديق، معنى اني انا خليت شيء ما فتمليته. شفتوا منين تضغط عنك لتصدق وتعود باقي شيء تطلع لك ذي الكلمه الحمراء، الرجاء ملء كل الحقول، وراك لين نرجع نخلص شن هي الحقول اللي انا ما مليت. باهي ندير انا مودي باس ماني دايرته، حاني نكتبو له. اللي نملا الحقول كامله ياك ما يطلعوا لي اللي يطلعوا لي ضرك. ايوا درت هذا كامل. لنتاكد لنرجع المعلومات كامله ياك نتاكد عني ما نسيت اي شيء. شوفوا نتأكد اني ما خليت شيء، ذاك هو اللي يتواس. ها
لحد يمشي خطوة خطوة، ما يعجل، ياك ما يتخطى شي عود ما شافه. شفتوا لين يمشي بالشوار خطوة خطوة. ودائما مولي نحفظ، ياك نأكد على اني ما خليتش لينجيس هذه المنطقة تحديد القارة، هذو درتهم كاملين معلومات الإدارية. هي شفتوا اللي كنت ناسيه، شوفوا تاريخ انشاء الهيئه ما درته، لذلك من الطبيعي يا بيصدق طرق الانجاز التاريخ. انا هيئتي تم انشائها في سنه 2020 بلي هذا اللي ينقال له الصعود ما يقدر يستفاد منه، ما هو حد على الاقل له سنه هو في الميدان، معناه جمعيه ناشئه لا ذي الشهره ولا ذي ما يقدر يعدل اي شيء، معناه لابد يعود حد له سنه. انا جمعيتي الحمد لله لها قاعد 3 سنوات، من 2020 من فبراير 2020 يوم 2/2/2020. شفتوا درتوا برك الانجل، نتاكد مولي لعن نعود السيد شوخه يحفظ معلوماتي، نتخطى شو المعلومات التكميليه. انا برك اللي ندور نتاكد عني ما خليت اي خطوه ما عدلت ذاك اللي فيها، ياك ما يقولوا لي على اني مازال لي شيء ثاني. يعني هذه ذاك البلاصه ما درت فيها شيء، غير هي ما هي اجباريه، يعني تعود اجباريه في هذيك النقطه الحمراء لابد ندير فيها شيء، وهي ما هي اجباريه وفيت منها. ينقص مودي التصديق على معلوماتي، لنرجع وندير اقر ان مجموع المعلومات علىه صحيحه، وبعدين نضغط على اصدق على معلوماتي. شفتوا طلع لي تم التعديل بنجاح، معنى العمليه تمت بنجاح. يقال هذه العمليه هي عملية على انك تعدل حساب جمعيتك في منصة جران مشروع بذرة المواطنة. انا حتى الان اللي تعدلت لا فتحت حساب الجمعية فيه معلوماته كاملة، لنعودوا بموضوع هذا يدوروا اي شيء جمعيات في مجالات معينة يقدوا يرجعوا لذي الجمعيات ويقبلوا منها شيء، يقدوا تموا منين يتصلوا لكم مرة ويقول لكم انتم جمعيتكم تتدخل في مجال كذا وكذا وكذا، ونحن لنعدلوا تكوين يخص ذا النوع اللي كانكم مستعدين. هذا هو الهدف من هذا الحساب. ضرك قصة لهنا رجعوا اياك نبدأوا في الفيديو المقبل اللي هنا شرحوا لكم الطريقه اللي عدل حد بها مبادرته والله مشروعه، اللي عاد ليطرح في مجال الصعود والله ليطرح في مجال التعزيز. هذا الفيديو كان يتعلق لا بالجمعيه وطريقه تسجيلها. وودعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.